السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في شرح جديد من شروحات قناة الكهرباء والطاقة. إن شاء الله النهاردة يكون الشرح عملي بعيد عن الشرح النظري اللي احنا بقالنا فترة بننزل فيديوهات شرح نظري. كنا نزلنا قبل كده 5 فيديوهات عن الثري فيز اندكشن موتور، وكان في ناس كتير مش بتحب الموضوع الشرح النظري، بتفضل يكون في شرح عملي افضل يعني. فاحنا ان شاء الله يكون معنا شرح عملي النهارده، وهنعرف ازاي نختبر الثري فيز اندكشن موتور او الموتور الحاسس ثلاثي الوجه، وفي ناس بتسميه على طول الموتور الثري فيز. طبعا هنستخدم فيه المالتي ميتر وهنستخدم فيه السيريا. طبعا هو افضل طريقه اختبار باستخدام الميجر، وساعات بيكون الميجر مش متوفر لكتير من الناس يعني، لان ثمنه بيكون غالي في اغلب الاحيان يعني. فاحنا النهارده هنعرف ازاي نختبر الثري فيز اندكشن موتور باستخدام المالتي ميتر وباستخدام السيريا. طبعا زي ما احنا عارفين الموتور الثري فيز ليه طريقتين توصيل، يا اما ستار يا اما دلتا، على حسب جوده التشغيل اللي عندك يعني. احنا عندنا في مصر هنا الثري فيز بتكون 380، فانا الموتور اللي عندي ده بتوصل ستار على 380 وتوصل دلتا على 230 فولت، فانا بالتالي عندي هنا الجهد المناسب ليا ال 380، فهوصل الموتور ستار، فهو جاي متوصل زي ما هو كده ستار، بس انا في امكانيه طبعا ان اوصله دلتا. فاول حاجه بنعملها طبعا ان احنا بنفك كل البرجات اللي معموله دي يعني، دي هتلاقيها برجات، هتفك البرجات دي لان احنا لازم واحنا بنختبر الموتور يعني، افضل حاجه ان احنا نفك البرجات بتاعت الموتور بحيث ان يكون عندي الست اطراف بتوع الموتور ظاهرين معايا على طول يعني، عشان اقدر اقيس بيهم. هنا هتلاقي زي ما انتوا شايفين كده 3 برجات عشان اقدر اوصل بيهم يا اما ستار يا اما دلتا. فانا كده فكيت الاطراف بتاعتي، فانا عندي هنا الست اطراف، كل طرفين بيمثلوا ملف. طبعا في معلومة مهمة ان مش كل طرفين قصاد بعض بيمثلوا ملف يعني، هو الموتور هنا زي ما احنا عارفين كده، لو انا الروتور على شمالي فالطرف ده بيمثل U1، اللي قصاده الناحية التانية ده بيمثل U2، ده V1 V2، الطرفين الاخر بقى دول W1 W2، فكل طرفين U1 و U2 V1 V2 و W1 W2 تمام. فانا اول حاجه بعملها بختبر المقاومه بتاعت الملفات يعني، بختبر قيمه المقاومه بتاعت كل ملف تديني كام، لان اي موتور طبعا بيكون في قيمه مقاومه للملف المفروض يعني، لو موتور ملفوف لف سليم والموتور 3 فيز متطابق يعني، فهيديني قيمه المقاومات بتاعت كل ملف زي التانية. فهنجيب كده المالتي ميتر، نخلي الموتور على جنب، اظبطه على الاوم، كده واضحة أكتر متهيألي. أنا كده جايب المالتي ميتر على الأوم وهبدأ أقيس قيمة كل ملف. فاحنا اتفقنا ده U1 وده U2، شايفين كده، ركزوا في قيمة المقاومة هتلاقيها 17.8 أوم، ده أول ملف. تاني ملف هنقيس تاني ملف كده، تاني ملف هو 17.8 برضو، والاخير اللي هو ده وده هتلاقيها 17.8 بالظبط. فكده قيمة الملفات بتاعت او قيمة المقاومات بتاعت الملفات شبه بعض كلها 17.8. طبعا في معلومة هنا ان كل ما قلت القيمة بتاعت الموتور، هنا الموتور ده عندي 55 كيلو وات يعني، ده موتور ستار 380 55 كيلو وات، السرعة بتاعته 3000 لفة. فلو الموتور عندي البار بتاعته وقيمتها قليلة هتلاقي قيمة الملف عالية والعكس يعني. انا مثلا الموتور عندي 55 كيلو وات طلعت قيمة المقاومة بتاعته 17.8، لو موتور تاني مثلا 3 كيلو هتلاقيها مثلا 6 اوم، لو موتور مثلا 7.5 كيلو هتلاقيها 1.5 اوم وهكذا. فكل ما بتزيد قيمة القدرة بتاعت الموتور كل ما بتقل قيمة مقاومة الملف، وده طبيعي لان احنا في المواتير الكبيرة بنستخدم السلك بيكون مساحة المقطع اكبر، فبالتالي هتكون المقاومة قليلة، وفي المواتير الصغيرة اللي زي دي بنستخدم سلك مساحة المقطع بتاعته قليلة، فبالتالي المقاومة بتاعته بتكون عالية. فدي اول حاجة بنختبر مقاومة الملفات، وبعد كده بنشوف هل في مقاومة بين كل ملف والتاني، المفروض كل ملف معزول عن التاني تماما، فالمفروض ما تظهرش اي مقاومات معاك يعني. لو قست ما بين هنا U1 او V1 W1 مفيش مقاومة، عاطية open loop، هنا open loop، هنا open loop تمام. وبرضو بقيس المقاومة
مع الجسم، اي نقطة في جسم الموتور، يعني ده المسمار ده في جسم الموتور اهو، تمام. هتلاقي زي ما عندك شايف على المالتي ميتر اهو على اليمين مفيش قيمة مقاومة خالص نهائي مع جسم الموتور، او احنا كده بنقول بنقيسه على الارض يعني، تمام. فكده الملفات معزولة عن جسم الموتور وقيمة المقاومات بتاعتها قيمة سليمة يعني، وفي نفس الوقت معزولين عن بعض، مفيش أي ملف مدي مع التاني. طبعا لو في ملفات، في اختلاف في الملفات، قيمة الملفات يعني، لو ملف أعطيك مثلا 17 والتاني مثلا 20 والتالت 25، فاعرف إن الموتور بدأ يكون فيه مشكلة في العزل بتاعه، فالموتور هيشتغل معاك شوية وبعد كده هتلاقيه حصل انهيار العزل او الموتور اتحرق يعني. اهم حاجه ان يكون القيم قريبه من بعض جدا، قيم الملفات يعني قريبه من بعض في قيمه مقاومه يعني. فدي اول طريقه اختبار باستخدام المالتي ميتر. هنشوف الطريقه التانية دلوقتي اللي هي باستخدام السيريا، ودي برضو ناس بتعتمد عليها بشكل كبير لانها طريقه سهله ومش مكلفه يعني، عايزه حاجات بسيطه جدا. السيريا دي ببساطه عباره عن لمبه، لمبه عاديه جدا، لمبه حمراء. اللمبه دي انا موصلها بالكهرباء، موصلها بفيشة كهرباء عادية جدا، تمام. بس كل الفرق ان انا قاطع اللوب بتاعها، يعني قاطع السكة بتاعت اللمبة، ادي طرفين اهم، ادي طرف وادي طرف، وقاطع سكة اللمبة كأني هوصل مع اللمبة حاجة على التوالي يعني، تمام. يعني ادي المشترك اللي موصل فيه اللمبة اهو، وادي الكابل اللي متوصلة بيه اللمبة، وانا كل اللي عامله بس ان اقطع سكة اللمبة كأني هوصل حاجة على التوالي مع اللمبة يعني. يعني مثلا انا لو عملت كده اهو، شغلت المشترك وعملت كده، اللمبة هتنور عادي جدا، فيش عادي متوصلة بلمبة، وانا قاطع سكة اللمبة بحيث ان انا اوصل معاها حاجة على التوالي. انا هستخدم اللمبة دي في الاختبار ازاي؟ انا عندي زي ما قلنا احنا عندي 3 ملفات المفروض بيدوا قيمة مقاومة قليلة 17 اوم، او على حسب قدرة الموتور يعني 17، 6 اوم، 1 اوم، 1.5 اوم، نص اوم. فانا المفروض لما بوصل اي حاجه مع اللمبه على التوالي قيمتها قليله في المقاومه، المفروض برضو اللمبه هتنور يعني. انا كده لو وصلت الملف الاول اهو، تمام، كانه مقاومه 17 اوم مع اللمبه، فاللمبه نورت بشكل طبيعي اهي، تمام. الملف الثاني اهو نورت، الملف الثالث نورت اهي، تمام اهو. تاني اللي بعد كده، الفكرة بسيطة جدا. فانا لو في اي ملف عندي فيه مشكلة يعني، لو في ملف قيمة المقاومة بتاعته عالية مثلا بالكيلو يعني، الملف فاتح او فيه مشكلة، فبالتالي اللمبة هتنور اضاءة ضعيفة جدا او مش هتنور خالص على حسب قيمة المقاومة بتاعة الملف. فانا كده اول حاجة اتأكدت منها ان الملفات بتاعة الموتور سليمة يعني، كل الملفات مفيش ملف قاطع، مفيش ملف فيه مشكلة، مفيش ملف قيمة المقاومة بتاعته عالية. لو قيمة المقاومة بتاعته عالية طبعا انت عارف ان الجهد الاكبر هيتوزع على المقاومة الاكبر، فلو الملف قيمته بالكيلو مثلا هتلاقي الجهد الاكبر على الملف والجهد الاقل على اللمبة، فبالتالي اللمبة هتنور بشكل ضعيف، تمام. فدي اول حاجة. تاني حاجة بختبر الملفات مع بعض يعني، بختبر عزل الملفات مع بعض يعني. احنا ممكن نقول ان احنا بنعمل ميجر ب 220 فولت. ادي الملفات مع بعض اهو، مفيش اي، كل اوبن. لو في ملف عاطي مع التاني او ملمس مع التاني هتلاقي اللمبة نورت على طول. وبعد كده بنختبر الجسم، بنوصل الجسم وبنعدي على الملفات اهو اهو اهو. بس طبعا حاسس انك تتكهرب وانت بتستخدم الطريقه دي، انت ممكن تتكهرب يعني، فخلي بالك وانت بتستخدم الطريقه دي يعني. فكده انا اختبرت الجسم بتاع الموتور او الارض بتاع الموتور مع الملفات، واختبرت الملفات مع بعض، واختبرت كل ملف ان هو مفهوش مشكله يعني متوصل عادي. فانت لو عملت الاختبار بالطريقتين هتبقى بتتاكد تماما ان الموتور سليم ان شاء الله مفهوش حاجه، ومش هتحتاج لميجر يعني الا في الحالات اللي بيكون فيها مثلا مشاكل كبيره او كده يعني. طبعا زي ما احنا قلنا لو الملف قيمته عاليه في المقاومه هتلاقي اللمبه بتنور بشكل ضعيف، او لو موتور مثلا صغير، لو موتور مثلا 80 واط او 100 واط هتلاقي برضو قيمه المقاومه بتاعه الملفات عاليه، طبيعي انها بتكون عاليه كل ما تقل قيمه الكيلو واط، فهتلاقي ان الاضاءه بتاعه اللمبه يعني قلت شويه.
فانت يعني بالسنس كده هتعرف اذا كان الموتور فيه مشكله او ما فيهوش مشكله عن طريق شده الاضاءه بتاعه اللمبه دي. وغالبا في المواتير اللي هي مثلا فوق نص كيلو وانت طالع هتلاقي اللمبه بتديك نفس الاضاءه يعني بشكل قوي زي ما هي بتتوصل في الطبيعه يعني. لكن في المواتير اللي هي قيمه الواط بتاعها قليل اقل مثلا من ربع كيلو او ربع حصان هتلاقي بتديك اضاءه ضعيفه شويه. فده كان شرح اختبار الموتور الثري فيز باستخدام السيريا وفي نفس الوقت باستخدام المالتي ميتر. يعني احنا بنعتذر على التوصيل العشوائي ده، بس يعني هي مش محتاجه يعني حاجه، هي عباره عن لمبه زي ما قلنا متوصله في فيشه وسكتها مقطوعه، اي طرف فيهم بتقطع السكه بتاعته بحيث ان انت تعرف توصل معاها حاجه على التوالي، مش محتاجه يعني شرح جامد. فنلخص الموضوع، اول حاجه بتختبر بالمالتي ميتر عن طريق قيمه المقاومه بتاعت الملفات، بتشوف الثلاثه متماثلين او في فرق بينهم او لا، وبتختبر برضو الملفات مع بعض، المقاومه مع بعض، بتختبر الملفات مع الارض بتاع الموتور عشان تتاكد ان مفيش حاجه لامسه في الجسم يعني. وبعدين بتختبر برضو بالسيريا، بتعدي على كل ملف لو اللي بينور معاك يعني سليم، اللي ما بينورش او بينور باضاءه ضعيفه يبقى في مشكله، وتعدي برضو بالسيريا على الملفات وبعض والملفات وجسم الموتور. اتمنى يكون الشرح ده افادكم، يكون تغيير عن الفيديوهات اللي فاتت اللي هي كانت شرح نظري. ولو في اي سؤال او استفسار سيبه لنا في التعليقات، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفنا، ولايك للفيديو لو عجبك، ولو عايز تدعمنا هتلاقي لينكات الدعم في الوصف اسفل الفيديو. وما تنساش تشوف بقى فيديوهاتنا عشان اكيد في فيديوهات هتفيدك، وبرضه جروبنا على الفيسبوك. شكرا، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.